السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حصة تعريفية بمنهج سينيور 2، وهناخد بعض الفقرات المهمة في أول ليسون. ازيكم يا شباب؟ تمام؟ زي الفل. هنبتدي مع بعض دلوقتي يا جماعة بآخر حاجة اتكلمنا عليها السنة اللي فاتت. كنا درسنا الورك، وبالنسبة لنا الورك هو الانرجي. الانرجي أنواع، في منها كايناتيك انرجي وفي منها بوتنشال انرجي. الكايناتيك انرجي بتعتمد على الحركة بتاعة الجسم، يعني بتحسب الكايناتيك انرجي من القانون هاف ام في باور 2، بينما البوتنشال انرجي بتعتمد على ارتفاعك من سطح، المفروض سطح البحر. طيب يبقى هنكتب هنا ام جي اتش. فعندك هنا البوتنشال انرجي يا جماعه بيعتمد على ارتفاعك فوق سطح البحر. احنا بنقول عليها سطح الارض مؤقتا علشان بنقيس من ليفل الارض نفسه. هي طبعا مش حسابات دقيقه قوي، انت بتقيس من حاجه بالنسبه لحاجه. عشان اوفر عليكم الوقت تعالوا كده نشوف اكزامبل بتاع البندلم. شكل البندلم عامل كده، حاجه المفروض وضعها الطبيعي يبقى كده. يبقى انت لو جبت خيط او حبل وعلقت فيه كوره وسبتها، هتفضل متعلقه في الوضع ده ولا لا؟ في منهج السنه دي هنقول عليه الاوريجينال بوزيشن. يبقى كلمه اوريجينال، او ساعات تلاقي كلمه اكويليبريم، او ساعات كمان هتلاقي كلمه بالانسد. المهم ان ده المكان الطبيعي لو مفيش حركه. تعال نركز كده مع بعض. واخدت انا الليفل اللي باللون الاخضر ده كده، كان ده السطح اللي هقيس منه الارتفاع. مش شرط يبقى سطح البحر ومش شرط يبقى سطح الارض. طيب هنا الارتفاع عند المكان ده ما بين الجسم اللي هو الكوره والسطح ده بيبقى كام؟ زيرو. يبقى الاتش في المكان ده بتساوي زيرو، هسميها اتش 1 ايكوال زيرو. يبقى في اللحظة دي الارتفاع بزيرو. لكن لما يجي الجسم يتحرك ويوصل لغاية هنا، اصبح الارتفاع فوق سطح اللي انا واخده الهوريزونتال ليفل ده اللي انا ممكن اتخيله كأنه سطح الارض او كأنه سطح بقيس منه الارتفاع. الارتفاع في اللحظة دي هيبقى اتش، صح ولا زيرو؟ هيبقى ايه؟ ما احنا بناخد وبندي مع بعض، لازم ترد على اسئلتي. يبقى اتش ولا زيرو؟ اتش. ففي هنا ممكن اسمي النقطه دي 2 واقول ساعتها ان الاتش 2 ايكوال اتش. يبقى هنا الاتش 2 ايكوال رقم، الاتش 1 ايكوال زيرو. ولو جينا هنا برضو في نفس الهوريزونتال ليفل ده، يعني لو جيت كده قلت ده نفس المستوى الافقي بتاع الاوبجكت، يبقى الارتفاع هنا كمان بيساوي كام؟ بيساوي اتش. تعالوا بقى نسمي هنا النقط، نقطه A، نقطه B، نقطه C. هلاحظ ان الاتش عند الA والC زي بعض، يبقى مين متساوي عند الA والC؟ البوتنشال انرجي. عند نقطة الـ A والـ C بيكون الجسم وصل لأعلى ارتفاع، ساعتها ماكسيمم هايت. يبقى الفيلوستي عند النقطة دي بتساوي كام؟ زيرو. يبقى أنا هنا لو قلت، شوف كده اللون ده باين بالنسبة لك؟ باين؟ الـ V عند نقطة الـ A إيكوال زيرو، والـ V عند نقطة الـ C إيكوال زيرو. يبقى هنا الكايناتيك انرجي بتساوي كام؟
زيرو، بينما البوتنشال انرجي بتساوي ايه؟ ماكسيمم فاليو، لان وصلت للماكسيمم هايت. الماس والجرافيتي ما بيتغيروش لان ده ارتفاع بسيط، مش ارتفعت 10 كيلو عن سطح الارض، لان الجرافيتي بتتغير مع الهايت، واخدناها في سينيور 1 قبل ما يبقى في علوم ايه متكامله. فالمنطق والعقل بيقول القانون هو اللي هيفيدني في المعلومات هنا. طيب يا سيدي، لو جيت كده وقلت عند النقطه دي هتلاحظ ان البوتنشال انرجي عند الاوريجينال بوزيشن، البوتنشال انرجي هنا بتساوي كام؟ ها، زيرو، علشان الاتش بكام؟ لكن عند الاي والسي بتساوي ماكسيمم. يبقى لما ندرس ليسن 1 في الويفز هجيب لك سؤال زي ده في الاكسرسايز، هتبقى الحصه رقم 2. فالحاجات دي مهمه، لو تدخل على الابلكيشن هتلاقي الفيديو موجود من دلوقتي لو عايز تتفرج عليه، هتلاقي اسئله على الحاجات دي. فانت لو البيسكس دي مش موجوده عندك قبل ما تخطي برجلك جوه سينيور 2، لا راجعها لو سمحت. هي دي بقى فايده الحصه بتاعت النهارده. طب درسنا الكايناتيك انرجي والبوتنشال انرجي، ما ننساش بقى ان احنا عندنا حاجه اسمها، عايزين لون حلو كده، نجرب اللون ده، ميكانيكال انرجي. ها اللون ده باين جميل وانا باين؟ طب الحمد لله. ميكانيكال انرجي بقى دي يا جماعه هي مجموع البوتنشال انرجي بلس الكايناتيك انرجي. يبقى لما توصف الطاقه الميكانيكيه لاي جسم، انتوا المفروض الترم ده بتدرسوا ميكانكس، فلما توصف حركه جسم لازم توصفه بطريقتين، نكون البوزيشن بتاعه ايه، فبوتنشال انرجي مهمه، وكمان الكايناتيك انرجي بتاعته، ومجموعهم هو مين؟ الميكانيكال انرجي. مش هاخد معاك في تفاصيل كتير طالما انت كده كده هتدرس المواضيع تاني في الميكانكس، لكن انا يهمني الرسمه دي عشان هحتاجها وانا بشتغل في مسائل الويفز او في الاوسيليتري موشن بالاصح. ايه الاوسيليتري موشن دي يا مستر؟ لا ما هو احنا هنقول كل حاجه بالتفصيل الممل بس مع الليسن. فدي كانت المقدمه اللي انا محتاجها عشان لما اجي اشرح حاجه اقول لك فاكر قلنا ايه؟ وانا دخلت لك في التفاصيل على طول اهو، عشان ما نقعدش ايه ندور ونحور في حاجه انت درستها السنه اللي فاتت. كل اللي يهمني دلوقتي هنا، لو انا عندي اوبجكت والاوبجكت ده مثلا يا سيدي موجود هنا عند بوزيشن معين اسميه 1، وبعدين بحذفه لفوق، درس البروجكتايلز لو فاكرينه يعني. وانا بحذف الجسم لفوق وصل الى ماكسيمم هايت عند نقطه اسمها 2، هلاحظ دايما ان الميكانيكال انرجي دي بالنسبه لنا كونستانت. لو انا فرضت ان هي 10 جول، يبقى عند نقطه 1 البوتنشال انرجي بزيرو، يبقى الكايناتيك انرجي بكام؟ ب 10. طب لو طلعت فوق شويه، يعني لو جيت كده عند نقطه اعلى شويه من نقطه 1 وعملت هايت اتش 1 وفيلوستي بقت في 2 او في 1 او اي في، هنا الفي انيشيال عشان نبقى واضحين، اول سرعه، كل ما تطلع فوق الفيلوستي بتقل عشان انت ماشي عكس الجرافيتي، واضحه؟ دي خلاص حاجات مسلم بها، في اي مشاكل؟ فنلاحظ هنا عند نقطه 1 الميكانيكال انرجي للكوره 10 جول، البوتنشال انرجي زادت وليكن فور اكزامبل 2 جول، يبقى ساعتها الكايناتيك انرجي هتبقى بكام؟ 8 جول. يبقى لازم مجموع الاثنين دول يبقى ايه؟ كونستانت. طب لو وصلنا لنقطة تالتة وجيت هنا عند V3 مثلا، بقت السرعة V3 أقل من ال V1 وأقل من ال V initial، ووصلت كده كانت H2
برضو الميكانيكال انرجي هتفضل 10 جول مش هتتغير، والفي هتخلي الكايناتيك انرجي تقل تبقى وليكن 4 جول، يبقى ساعتها البوتنشال انرجي زادت وبقت كام؟ ها يبقى دي كونستانت ما بتتغيرش. تمام. طبعا فعندنا هنا التن جول ما بتتغيرش، يعني الفاليو بتاعت الميكانيكال انرجي ريمينز ا كونستانت. دي بتقل دي بتزيد. راح جاي عبيده اسمك طلع اهو في الفيديو قال لي طيب معنى كده ان احنا لو جينا نرسم ريليشن ما بين الكايناتيك انرجي والبوتنشال انرجي هنختار مين في ثلاث رسومات. وخلي بالك انا هديك اختيارات عشان انت تشغل مخك، انا مش هقول لك الاجابه على طول، الحفظ لا يجدي. هل اختار ستريت لاين ولا كونستانت ولا كيرف نازل ولا في هنا كمان بلاش دي نصعبها عليك شوية فنعملها لك كده ونقول لك يا سيدي عندك ثلاث إجابات هنا ايه هنا بي وهنا سي. يلا اختار مين في الثلاث إجابات ايه ولا بي ولا سي. فكل الناس هتركز على بي او سي والهبد يشتغل هنا او هنا. هقول لك تمام خلي البيج دي زي ما هي وتعالى كده نشتغل مع بعض. الجراف يا جماعة اصلا جت فكرته منين؟ الجرافات دي بتيجي فكرتها من الماث. فلما اجي اقول لك تعالى نراجع كده شوية جرافات مع بعض. اول حاجة لما كان بيقول لي y equal m x وليكن مثلا y equal to x، فاحنا كنا بنرسم الجراف ازاي يا شباب؟ هنا ال y وهنا ال x، لو ال x ب 1 ال y ب 2، لو ال x ب 2 ال y ب 4، ولو ال x ب 3 ال y ب 6. يبقى هنا linear relation او direct proportional ما بين ال y ومين؟ والاكس. عشان كده بقول الواي از دايركت بروبورشنال مع مين؟ مع الاكس. كده اظن الامور واضحه صح الكلام. طب لو جيت قلت لك بقى العلاقه ما بين الواي والاكس واي ايكوال كونستانت اوفر الاكس، احنا هنا كان بالنسبة لي ده ها هو السلوب ولا لا؟ لان الواي ايكوال السلوب تايمز الاكس. لو قسمت الواي على الاكس طلعت مين؟ ها يا سمير طلعت الام ولا الماس ولا السلوب؟ ما الام يعني ايه؟ يعني كلمة ايه؟ سلوب. لازم تاخد بالك من النقطة دي. اتفقنا؟ يبقى انا عندي دلوقتي ده السلوب اللي بطلعه من الرسمة. لو عندي هنا شوية ارقام ولو عندي هنا شوية ارقام بجيب الديفرنس ما بين الواي واقسمه على الديفرنس ما بين الايه؟ الاكس اللي هو واي 2 ماينس واي 1 ديفايدد اكس 2 ماينس اكس 1 والدنيا جميلة وحلوة. اما اجي هنا بقى اقول لك لا خلي بالك انت هنا كل ما الاكس بتزيد كل ما الواي هت ايه؟ هتقل. لما عملنا تيبل يا جماعة
في ناس فكرت ان الرسمه هتطلع كده، قالوا لا غلط. لما عملنا تيبل وقعدنا نجرب كده على الكالكوليتر، جرب كده على الكالكوليتر معايا، افترض ان ده مثلا ب1 ولا خليها 2 ولا خليها اي رقم 2 اوفر اكس، هتلاحظ ايه؟ لما كانت الاكس بزيرو ده في الانفينيتي، يعني رقم لا يمكن تحديده، لكن لما الاكس بقت ب1 دي بقت ب2 مثلا، لما الاكس بقت ب2 دي نزلت ل1، لما الاكس بقت ب4 دي بقت بهاف، لما الاكس بقت ب8 دي بقت بكوارتر. فتلاحظ ان كل ما الاكس بتزيد الواي مش بتقل جراديولي، ما بيحصلهاش ديكريمنتيشن، مش لينيرلي، يعني الرقم مش متناسب مع النزول في الواي. فاللي بيطلع الرسمه دي تيبل. طيب يبقى انا في النهايه لما تكون العلاقه ما بين الاكس والواي انها انفرس بروبورشنال، يبقى الواي انفرس بروبورشنال مع الاكس، هتختار ستريت لاين نازل ولا كيرف ونازل؟ ها اوتوماتيكلي تختار ايه؟ الناس المؤدبه الجميله اللي قاعده ساكته دي، ها كيرف ونازل، صح ولا مش صح؟ انا مش عايز اجيب سيره اللي ورا بقى، خلاص خلينا في اللي قدامنا وبس. نور يا سمير، نور يا بدر، اساميكم هتطلع هتطلع. طب يا جماعه وليكن يعني كده خلاص انا عرفت الشكل العام، ارجع بقى للرسمه بتاعتي واقول ايه؟ اختار مين في دول؟ ها اختار بي ولا سي؟ سي عشان العلاقه هنا انفرس مش انفرس. فكده هضطر اشرح لك العلاقه الثالثه. ايه بقى العلاقه الثالثه دي؟ العلاقه بتقول لك لو كان الواي ايكوال اي رقم كونستنت ماينس الاكس، جرب كده بالارقام، واي ايكوال 10 ماينس الاكس، رسمه هي كبيره عشان الناس تفهم. لو انا مركز كده يا جماعه وجربت، لو الاكس بزيرو الواي بكام؟ ب10، فهاجي هنا عندي زيرو اكس و10 في الواي وعامل نقطه. الاكس ب1، اول ما الاكس تكون ب1 يبقى 10 ماينس 1 بقت ب9. لو الاكس ب2 10، هي كده نقطه وخلاص. لو الاكس ب2 يبقى 10 ماينس ها 2 تبقى 8، وبعدين تنزل، نعم هتبقى ستريت لاين ونازل، تفضل بقى ايه هكذا. مش عايز الون انا الصراحه، نقعد ضحك اهو. طيب لو جيت عملت كده هيبقى بالنسبه لي ايه؟ اول ما الاكس تكون ب10 الواي بقت بكام؟ بزيرو. يبقى هي دي العلاقة اللي تختارها في حالة البوتنشال انرجي مع الكايناتيك انرجي. طب عرفتها منين؟ اقول لك تاني، لو ركزت في اصل العلاقة دي y plus x equal constant، صح؟ ردي دي كده بالبوزيتيف بقت كده. دي شبه مين بقى؟ البوتنشال انرجي بلس الكايناتيك انرجي، بس انا هكتب الكايناتيك انرجي في الواي، وهنا البوتنشال مين؟ انرجي. كل ده بيساوي ايه؟ كونستانت، اللي هو مين بالنسبه لي؟ الميكانيكال ايه؟ انرجي. لو قارنا كده القانون ده مع القانون ده اللي شكله كان كده، هنختار العلاقه دي واحنا مطمنين ولا لا؟ ده هينفعك في سينيور 3، هتلاقي قانون شبه ده في سينيور 3. فالطلبه برضه في سينيور 3 في منهج تاني مختلف بتروح تختار العلاقه دي، يقول له لا مفيش الكلام ده، العلاقه اهي طالما اصلا مجموع الحاجتين بيساوي كونستانت اوكي. طب ما هو معنى كده ان الكايناتيك انرجي بتساوي ميكانيكال انرجي ماينس البوتنشال، يبقى العلاقه ما بين الكايناتيك انرجي والبوتنشال انرجي ها ستريت لاين وايه؟ ونازل. صعبه كده؟ طيب ده كان
الحاجات الأساسية اللي أنا عايزك تعرفها. تعال بقى دلوقتي وندخل على منهجنا. منهجنا بيبدأ بإيه؟ حاجات كده موجودة في كتاب الوزارة وكتاب المعاصر 2025. شفته؟ لقيت لا ما سألكش أنت شفته ولا أنا شفته. فرجعت والدنيا حلوة. فبيقول لي اوسيليتري موشن على طول. طب يا جماعة اوسيليتري موشن دي ما تجيش كده. ما تجيش فجأة. لازم نفهم الأول موضوع الدرس بتاعنا إيه. فلو قلت لك يا سيدي موضوع الدرس بتاعنا ويفز الموجات، هتقول لي أنا سمعت الكلمة دي في ميدل تو، أقول لك صح شاطر. بس تعالى بقى نشرحها بطريقة جميلة قوي. لو أنا عندي حبل مشدود كده ورحت رفعت إيدي لفوق ونزلتها لتحت في حركة منتظمة، الحبل هيحصل له إيه لجزيئاته؟ ها؟ أول حاجة هنا إيدي مثلا كده، والحبل يا سيدي أهو هيبقى مشدود كده، وهنا الحيطة اللي متثبت فيها طرف الحبل، وبدأت أنا أحرك إيدي up and down، يعني عندي كده up وبعد كده رجعت داون ورحت نازل كده تحت ورحت رجعت كده لفوق وشغال أنا طالع نازل. هتلاحظ إيه؟ هتلاحظ بقى هنا إن البارتيكلز اللي مع الحبل اللي هي جزيئات الاير اللي موجودة فوق الحبل او السترينج او الروب او اي حاجة جات لك كمثال في الامتحان، تبقى فاهم ان الحبل ده فوق منه جزيئات هواء وتحت منه جزيئات ايه؟ هواء، صح؟ فلما هتحرك الحبل لفوق وتحت، حتى وانا بحرك ايدي دلوقتي فوق وتحت كده بحس بجزيئات ملامسة لايدي من الهواء ولا لأ؟ عادي في اي اتجاه، في اي اتجاه صح كده جاي كده، فاهمني؟ بتحس بايه؟ بحركه ايدك وانت بتلمس الهواء، تمام كده شباب؟ فبالنسبه لي انا شايف ان حركه ايدي دي اسمها اهتزاز، يعني بيحصل لها حاجه اسمها اوسيليشن. بس لو ركزنا وجينا مثلا في قاعه زي دي وقلت للطلبة اللي قاعدين ورا بعض أول صف جنب الحيطة هنا قوموا اقعدوا، بعد كده اللي جنبيهم قوموا اقعدوا، بعد كده اللي جنبيهم قوموا اقعدوا، وفضلت ماشي بالسيكونس ده كل الطلبة تقوموا تقعد، يبقى عملت شكل إيه؟ ويف. فمن هنا بتبتدي كلمة الويف إن بيحصل الجزيئات بتحصل لها تتحرك وتروح وتيجي حوالين مكان اصلي بالنسبه لنا. المكان الاصلي ده بنسميه اوريجينال بوزيشن او ايكويليبريم بوزيشن، ان الحبل ده لو شديته بس وما هزيتوش فبالتالي الحبل لن يتحرك من مكانه الاصلي، يبقى اوريجينال بوزيشن او ايكويليبريم بوزيشن، ان انت لو ما شدتش الحبل كده مش هيرن. شبه مين بقى؟ الجيتار. عارفين الجيتار؟ الجيتار والعود، لان بيبقى الاهتزاز فيهم واضح عن الفايلن. الكمانجة مش بتعمل الاهتزاز بوضوح. فخلينا في الجيتار او في العود او في حاجة اسمها القانون، في اداة موسيقية اسمها القانون. والبيانو، البيانو هو زرار بتدوس عليه بس بيخش جوه يلمس في وتر ويقعد يرن فبيسبب موجات، وكل موجة لها نغمة بصوت معين، فانت لازم تبقى مدرك للكلام ده كويس قوي. فتعالوا كده بهدوء. احنا اول حاجة عملناها يا شباب هي كانت ايه؟ ها؟ اول حاجة عملناها ان احنا شدنا الحبل من الطرف ده لفوق والايه؟ لتحت. سببنا له بالبلدي كلمة اسمها اهتزاز. يعني ايه اهتزاز؟ يعني disturbance، اضطراب، شبه الفايبريشن كده، صح؟ يبقى مجرد ما هشد طرف الحبل وهزه، بص باللفظ العربي اهزه، يعني اعمل له اهتزاز. واهتزاز يا جماعه يعني ايه؟ disturbance بالنسبه لنا او oscillation. طيب نبتدي واحده واحده. لما جاي يعمل لي definition ليه الويف راح جاي قال لك ايه؟ تخيل، قال بص يا سيدي اول كلمه هعملها
كلمة disturbance يبقى الويف بتبدأ من disturbance. واضحة بالنسبة لكم؟ الخط صغير. نعيده تاني disturbance، وهتلاقي definition. والحصة الجاية بقى هبقى ايه، احط البوكلت ونشتغله بقى براحتنا. تمام. المهم اول حاجة عندي هنا كلمة ايه، disturbance. disturbance يعني اهتزاز او اضطراب. يعني ايه اهتزاز او اضطراب؟ حاجة شبه الفايبريشن. ماله بقى ده؟ هل بيثبت في مكانه ولا بيترانسفير؟ ها بيحصل ايه؟ ترانسفير، بينتقل. بس ايه اللي بينتقل بقى خلال الحبل؟ هقول لك حالا. بصوا يا جماعة، transfers energy. هتلاقي في الديفينيشن كلمة disturbance وكلمة transfer. مين؟ طب يا ترى الويف هي disturbance ولا energy؟ لا هي energy. يبقى الويف يا جماعة هي ايه؟ energy. مهمة قوي الكلمة دي بقى، عشان كده لما شرحت بداية الحصة بدأت بكلمة work اللي هو زي الايه؟ الانرجي، بيتقاس بالجول. طب ما انا عملت work done. work done ان انا حركت ايه؟ الحبل، صح؟ والwork done ده اتحول الى ايه؟ energy. والانرجي عبارة كانت potential وايه؟ وكايناتيك، صح ولا مش صح؟ يبقى الورك دون اتحول الى انرجي، وعن طريق الديستربنس ده والحبل الميديوم ده هتنتقل الانرجي خلال الميديوم عشان تعمل في الاخر ايه؟ ها بروباجيشن. يبقى انا هترانسفير الانرجي في الاتجاه بتاع البروباجيشن. عشان كده لما بتيجي تجيب ستون كده وترميها في بحر، المفروض ان البحر ده او اي سطح ساكن من الماء او اي ليكويد في اي اهتزاز بيحصل لجزيئاته. طب وانس ان جت الستون سقطت جوه حبه الليكويد دول، ها هيحصل لهم ايه كمان شويه؟ بص المنظر، تخيل ده يا سيدي الطشت. عارفين الطشت؟ الكنوانة. طبعا البنات ما بتحبش الكلمة دي، هو طبعا ما فيش غير صوت من الطالع، مش مشكلة. الكنوانة حاجة كده يا جماعة، اللي هو الراجل منكم ان شاء الله لما يخش يا عبيدة، رجلي وجعاني يا حمادة، رجلي مش عارف ايه، يا توتي اغسلي له رجله بالماء، رجلي وجعاني من ميه سقط، عايز اغسل رجلي وجعاني من الميه والسقط، ما يخش في الحمام يغسل رجله. طب الراجل راجع ومستوي وركبه تعبانه، فتيجي بنوتي انا الصغيره صراحه اول ما بدخل البيت تلاقيني رجلي وجعاني طبعا من كتر الوقفه طول اليوم، مولعينها حصص 10 حصص في اليوم، والضرايب هتيجي تحاسبنا دلوقتي عادي. فتقول لك ايه؟ بابي انت تعبان؟ يا حبيبتي ضهري وجعاني ورجليا. اجيب لك ميه وملح؟ طب هتجيبها في ايه؟ في كوبايه؟ هتحط رجلك في كوبايه؟ هتحط رجلك في ايه؟ في طشت. سمير مسلم امره لله. طب يا جماعه لما ده يدخل هنا ويلمس دي هيبدا يعمل ايه للجزيئات؟ ها حبه يمشوا كده وكده 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 وكده. ايه ده؟ ما هو الويف عشان تترسم حاجه طالعه وحاجه ايه؟ نازله، مش ده الاساس؟ disturbance، صح ولا مش صح؟ فاقوم بقى انا قاعد بقى كده جميله خالص بلعب في الطشت بقى، ما رجليا خلاص يعني، هلاقي ان هنا مركز الموجات، وادي موجه الثانيه الثالثه. لا ما تقوليش دي كنافه، لا مش كنافه، دي شكل الموجات يا جماعه في كل الاتجاهات ولا لا؟
يبقى جت من هنا كلمه بروباجيشن عشان بتنتشر في جميع الايه الاتجاهات. يعني انا بتكلم دلوقتي صوتي راح لودانك انت، ما هو رايح للجنب ده وللجنب ده ورايح لورا ورايح لقدام وبيروح ويخبط في الحيطه ويرد ويدفلكت من الحيطه ويدفلكت من البورد. الويف بتنتشر في جميع الايه الاتجاهات. يبقى اصل المعلومه في الويفز بتنشا عن حدوث ديستورب. الاحبال الصوتيه يا جماعه بتهتز ولا لا؟ فبتعمل ايه جوه؟ الناس العلم علوم الحنجره الحته دي كده بيحصل ايه؟ فبتلاقي ان الويف نشات من ديستربنس للاحبال الصوتيه. طيب ما هو الديستربنس ده خلى فيه حركه صح؟ في ورك دون، عمل ايه؟ انرجي. يبدا بقى الاير ياخد الانرجي دي وينقلها ويسبب ايه؟ بروباجيشن، فتوصل لغايه ودن كل واحد فيكم. فمن هنا لازم ناخد بالنا في المعلومه دي كويس قوي، ان الويف هي الانرجي، والميديم بيترانسفير الانرجي، والسورس اللي بيطلع منه الويف زي الحبل والاحبال الصوتيه دي هو اللي بيحصل فيه الديستربنس وبيعمل ديستربنس لجزيئات الميديم معايا. فهمتوا كده يا جماعه؟ دي كانت بالنسبه لي اول صفحه في الدرس الجديد ده المنهج. ودي الاسئله اللي بتيجي في اللي تشوز يسال بقى براحته، الويف ديستربنس ولا انرجي ولا فورس ولا ديسبليسمنت، تقول له ايه؟ اتز انرجي. طب بتترانسفير عن طريق مين؟ الميديوم او من غير ميديوم؟ نبدا بقى هنا نركز. انا كنت بشرح على موجات الصوت فقط. طب لما اجي اشرح بقى على الموجات عامه اقول لك بقى ساعتها تايبس اوف ويفز. هما نوعين يا جماعه، هنركز على واحد منهم السنه دي وفكره بسيطه عن الثاني، والسنه الجايه هنحتاج النوع الثاني من الويفز. طيب تايبس اوف ويفز هنقسمها نوعين، النوع الاولاني اسمه ميكانيكال ويفز مش ميكانيكال انرجي. ركز، ميكانيكال ويفز هنسميها كده عشان ليها شرط معين هنشرحه. يبقى ميكانيكال ويفز ليه بنقول عليها ميكانيكال ويفز؟ ات نيدز، بتحتاج ماتيرياليستيك ميديوم، وسط مادي. تو بروباجيت، يعني عشان تنتشر محتاجه وسط مادي. هنقف هنا وقفه مهمه جدا. ما ينفعش الصوت بتاعي يوصلك غير لما يكون في ميديوم، ماتيرياليستيك ميديوم، زي الاير، زي اي جاز. انما تعالوا كده نقعدوا كلنا فوق سطح القمر، هل هتسمع حاجه؟ لا. يبقى مش هتسمع حاجه ليه؟ مهما اتكلمت صوتك مش هينتقل الانرجي من الجزيئات اللي هتشيلها وتوصل لودان التانيين. مفيش، ده سبيس. عارفين لو في اي جاز في الانفلوب بتاع القمر هينقل الصوت. يبقى ميكانيكال ويفز بتحتاج دائما ميديوم عشان يحصل ايه؟ بروباجيشن، انتشار، عشان تنتقل وتروح لغايه ودانك وتنتشر في جميع الانحاء. يبقى الميديوم مهم لوجود ايه؟ ميكانيكال ويفز، صح؟ يبقى الويفز عرفنا معناها وادي انواعها. والمهم عندي هنا اكزامبلز بسيطه ممكن تيجي لك في الامتحان. اول حاجه الساوند ويف. ده اسهل حاجه. طيب الساوند ويف ده يا جماعه لما بينتقل بيحتاج ميديوم، يتصنف على انه ميكانيكال ايه؟ ويف. الووتر ويف اللي لسه شرحناها من شويه، وممكن نقول عليها ووتر ويفز افضل. طيب زي موجات البحر يا جماعه، وبنشوفها كلنا في المصيف.
وممكن نقول string wave زي أي أداة موسيقية يا شباب، بتهتز وبيحصل انتشار. طبعا هتقولي أصل الأداة الموسيقية بتطلع صوت، أنا موافق، بس افرض أنا جبت حبل وعملت كده، جبت string وعملت له إيه؟ اهتزاز بدون سماع صوت. الاهتزاز ده عبارة عن إيه؟ disturbance، صح؟ طب لو عملت كده وانتقلت خلال الحبل نفسه الويف، خلاص يبقى دي من ضمن الحاجات اللي ايه بتحتاج ميديوم ولا لا. النوع الثاني اسمه الكترو ماجنتيك ويفز، الكترو ماجنتيك ويفز او ماجنتيك ويفز، انت ونطقك والاكسنت بتاعتك، انا ما عنديش مشكله، احنا اصلا مش نيتيف فعادي، ما تخوفش نفسك وتقعد تنطق واصلي ماجنتيك وماجنتيك، هو مش هيمتحنك اورال. انت النوع اسمه ايه؟ الكترو ماجنتيك ويفز او ماجنتيك ويفز، ودي بقى بتنشا من الكتريك فيلد مع ماجنتيك فيلد، وده معناه ايه؟ ان الاثنين دول بيحصل لهم ديستربنس او فايبريشن، او دي هندرسها في صفحه واحده بس، لكن التفاصيل كلها هتبقى على المنهج في الحته دي. طيب دي اعرفها منين؟ ما خلاص بقى هنا نيد، يبقى هنا doesn't ايه نيد، يبقى عكسها مش محتاجه نكتب كتير بقى، يبقى هنا ايه دي don't او it doesn't need medium او any medium to propagate، بس وبعد كده examples بقى زي اي wireless waves بيتقال عليها electromagnetic waves زي اللايت، وده اهم حاجة عندي عشان ده في chapter 2 هندرسه بالتفصيل الممل. يبقى انا عندي مين؟ اللايت، وعندي مين تاني؟ عندي الاكس رايز، لو تفتكروا اشعة اكس اللي في المستشفيات هي بتنتقل ومش فارق لها بقى في اير ما فيش اير، لا زي الفل. يا جماعة احنا ممكن نلخص ونقول any wireless waves، دي بقى خلاص حلت لي المشكلة نهائي بقى، ان اي wireless waves تعتبر electromagnetic. ليه؟ اللايت بيطلع من الصن ويوصل للارض، بيعدي على سبيس وبعد كده الانفلوب بتاع الارض، صح؟ اللي هو الاتموسفير، صح ولا بالصح؟ طب يا جماعه هنا الاتموسفير في ميديوم، طب قبل منه سبيس، مفيش اي ميديوم، مفيش اي ميديوم، وبالتالي تلاقي الحته دي ايه؟ فاضيه. طب اللايت بيجي لنا ولا ما بيجيلناش؟ بيجي لنا، اذا هو بينتشر ملوش دعوه، في حيطه هيعدي، زي الموبايل ويفز، زي الواي فاي اللي عندك في البيت، زي البلوتوث، كل الحاجات دي تعتبر مين؟ الكتروماجنتيك ويفز. طيب تركيزنا اكتر هيكون على مين يا سير؟ تركيزنا اكتر هيكون على الميكانيكال ويفز، وهنا بقى ينمو الى ذهني سؤال، conditions of ميكانيكال ويفز برودكشن، برودكشن انتاج الميكانيكال ويفز بيحتاج ايه؟ بصوا هما ثلاث حاجات الخصهم عليك عشان ما تقعدش تحفظ كتير. نمبر 1 سورس يعمل ديستربس، يعني ما تجيبليش سماعه الدي جي وتسيبها. فاذا تاني كلمه محتاج يحصل ايه؟ ديستربس. يبقى اول حاجه سورس، تاني حاجه ها ديستربس، وتالت حاجه ميديوم عشان ينقل الويف او ينقل اللي حصل من الديستربنس. فالثلاث شروط دول مهمين. فيجي سؤال في الامتحان جميل او يقول لك ايه electromagnetic waves need وشويه دوتس كده نقط to propagate،
ويديك ثلاث اختيارات: source and medium, disturbance and medium, source and medium and disturbance, source and disturbance only. يبقى الإجابة الصح electromagnetic wave مش محتاجة مين؟ medium. يبقى source and disturbance only هي الإجابة الصح. في ناس تقولي source و disturbance و medium، ولا لا مش شرط. انت فوق سطح القمر ممكن تستخدم الوايرلس ويفز في التخاطب مع زملائك الاسترونوتس ولا لا؟ يبقى دي نقطة مهمة، فاهمين الكلام؟ النقطة التانية، لما انا اجي اتكلم واقول والله بالنسبة لي الميكانيكال ويفز نيد، ها نيد ايه؟ سورس ديستربنس اونلي، ميديوم ديستربنس اونلي، سورس اند ميديوم اند ديستربنس، سورس وميديوم اونلي، يعني حاجات اونلي وحاجات ثلاثة مع بعض، يبقى لازم تاخد مين؟ الثلاثة مع بعض. فإذا دي الأسئلة اللي أنا عايزك تركز عليها وأنت إيه؟ بتذاكر، مش تقرا الدرس وخلاص. كلام نظري جميل ما فيهوش أي كالكوليتر، مش هتستخدم الكالكوليتر في الإجابات بتاعته، هتستخدم مين؟ مخك والمنتاليتي بتاعتك بقى، وإحنا عارفين طبعًا بسم الله ما شاء الله، المصريين أحلى منتاليتي في العالم كله. هنبدأ بقى من هنا نقول كلمة oscillatory motion. فانت لما تفتح اي كتاب خارجي تلاقيه بدأ بالكلمة دي، قول لي يا سيدي متشكرين بس احنا كنا بناخد فكرة مهمة عن الموضوع. فلو جينا قلنا كده الحركة الاهتزازية oscillatory motion، اول حاجة تيجي في بالك هو مين؟ السيمبل بندلم، صح؟ لا ده انا هرسم لك الاثنين، هرسم لك السيمبل بندلم وهرسم لك كمان السترينج وهفهمك الفكره جايه ازاي بتاعت الويفز في الاثنين. يعني اصل الويف ان حصل اوسيليتوري موشن لايه؟ للميديوم بارتيكلز، الميديوم بارتيكلز عماله ايه؟ تتهز. فانا اللي يهمني النهارده تتعلم بس ايه الاساسيات بتاعه الاوسيليتوري موشن. ده السقف يا سيدي، وادي الحبل اللي هعلقه واحط هنا ايه راسي وانتحر واخلص. ما خلاص بقى دفعه جايبه لي اكتئاب حاد، الناس بتضحك على جوه، اول ما اشوف طلبه تضحك على جوه، ويمكن تقريبا ربنا بعيدني بالطلبه المؤدبه. العيال ما بسمعلهاش صوت اصلا، اي حاجه موافقين. الحمد لله، حصه جميله. الحمد لله انا ما جبتش غيركم يعني. طيب ده بيتحرك كده رايح وكده ايه جاي، وبالتالي هلاحظ راح وصل لأبعد نقطة عن المكان الأصلي، رجع تاني عدى على المكان الأصلي مرة، وبعدين راح لأبعد نقطة في الأذر سايد، في الأوبوزيت دايركشن، عشان دي هتنفعنا في الألفاظ. في هنا سايد وهنا أذر سايد، أو دايركشن وأوبوزيت دايركشن. فلو حاجة بالبوزيتيف الناحية التانية هتتكتب بالإيه؟ بالنيجاتيف، بس على الجراف ما تقلقوش يعني. اتفقنا؟ وبعدين ده راح وصل هنا، راح راجع تاني. امتى اقول عمل كومبليت اوسيليشن؟ هقول لك. هنا عندي ثلاث نقط. نقطة A، نقطة B، ونقطة C. أي نقطة فيهم ينفع اقول عمل كومبليت اوسيليشن؟ بشرط لما يعدي على نفس النقطة توايس ورا بعض، تو سكسيسيف تايمز، ويكونوا ان ذا سيم دايركشن. الحتة دي مهمة قوي وهعيدها تاني الحصة الجاية. تعال نركز على نقطة بي. هو بدأ من هنا، بص الدايركشن رايح صح؟ وبعدين رجع. هل دي كده كومبليت اوسيليشن؟ من البي للسي للبي كومبليت اوسيليشن؟ لا، يعني من البي للسي
للبي نوت كومبليت اوسيليشن، ومن البي راح للاي، ومن الاي رجع لمين تاني؟ للبي. كده عمل كومبليت اوسيليشن، عمل اهتزازه كامله. في خيالنا احنا بقى وتفكيراتنا نقول عليها ايه؟ ها لفه كامله، ويف كامله. هي علميا اسمها اهتزازه ايه؟ كامله. يبقى النقطه دي مهمه لو سمحتوا، كلمه اهتزازه كامله. فمن فضلكم لازم نركز في اللي احنا بنعمله. ايه بقى؟ ان الاوبجكت واقف هنا ما اتحركش، يبقى اوريجينال بوزيشن. طلع كده اول مره يعدي على البي في هذا الاتجاه ولا لا؟ رجع تاني مره، ما كده توايس يا مستر. لا، عشان بتيجي في الامتحان تشوز ونظري. يلا كومبليت اوسيليشن من البي للسي للبي، غلط. توايس ات بوينت بي، باسز ات بوينت بي توايس، و اوبوزيت دايركشن غلط. لازم تعدي توايس على نقطه البي، وهي كام؟ مرتين، وفي نفس الدايركشن. فاذا يا جماعه ده كده كومبليت اوسيليشن، اتفقنا؟ واحد تاني يقول لي لا انا عاوز اشتغل من عند نقطه الاي، هقول له عينيا. لما نبدا من نقطه الاي يروح لمين؟ للبي. والبي يروح لمين؟ للسي. والسي يروح لمين؟ للبي. والبي يروح لمين؟ للاي. كده عمل كومبليت اوسيليشن. بص كام كوارتر، ما انت دي هتحسها كوارترات ودي هتفرق معانا برضو، اتفقنا؟ طيب هنا بقى الموضوع اسهل. انت لو عملت ايه؟ طالع نازل مره كده كومبليت ايه؟ اوسيليشن، صح؟ طب لو جات لك في الامتحان كده الخط ده منقط، يعني بقول لك المفروض ان ده المكان الطبيعي لمين؟ للسترينج. وبعدين رسمت لك كده، ها كده كام كومبليت اوسيليشن؟ يبقى دي واحد اتنين تلاتة. ليه؟ تحس ان الاوبجكت طلع وبعدين نزل وبعدين نزل ورجع تاني طلع، يبقى عدى على البوزيشن ده كام مره في سيم دايركشن؟ كده مرتين. يبقى الجزئيه دي كلها تتحسب بالنسبه لي ايه؟ كومبليت ايه؟ اوسيليشن. فهمتوا بقى؟ يبقى الحته دي كده 1 كومبليت ايه؟ اوسيليشن. فهمتوا الحته دي؟ هتفرق معانا في المسائل بقى انك تعد. طب يا سيدي لو انا جيت ورسمت لك كده، والكلام ده هنعيده تاني ما تقلقوش، يعني انا مش عايز الناس تقلق لما بعمل اكزامبلز. هي اكزامبلز للتوضيح. رحت جاي اعمل لك كده، يبقى كده ايه؟ 1 اند هاف. هرسم لك واحده تانيه بقى بالاخضر، هتيجي بقى مسائل كده احمر على اخضر ونمبر 1 ونمبر 2، فاهمين يا جماعه؟ فاذا انا عايزك بس تركز في اللي احنا بنعمله، وهتلاحظ كل حاجه بنعملها ليها اكزامبل، في الاصعب في الاصعب. يعني تعالى كده هدي لك ديفينيشن بسيط لازم تمر عليه، اسمه displacement. طبعا كله هيفتكر displacement بتاعت السنة اللي فاتت. يا سيدي انا معاك. displacement لو انت شغال، ده المكان الاصلي، يقول لك عند ثانية معينة لقيت البندلم كده،
يبقى الديستانس فروم equilibrium بوزيشن او الاوريجينال بوزيشن اسمها دي او displacement 1. طب ما تقول ديستانس اقول لك لا، لان هنا هي نفس الديستانس بس في الاوبوزيت ايه دايركشن، يبقى دي displacement جديده. فلو دي بالبوزيتيف دي بالنيجاتيف، او لو دي بالبوزيتيف تبقى دي بالايه بالنيجاتيف. فهمنا يا جماعه؟ فالديسبليسمنت بالبلدي هو البعد عن المكان الاصلي. فالمكان الاصلي اهو، البعد قد ايه هو ده الديسبليسمنت. ومش بتيجي بارقام ما تقلقوش. طيب الديسبليسمنت خلينا كده نرسمها بلون مختلف. الديسبليسمنت عند اللون الاخضر ده هل نفس الديسبليسمنت الاولانيه؟ يبقى اثناء حركه البندلم بيحصل كام ديسبليسمنت؟ كتير. كل انستنت بديسبليسمنت معينه، زي هنا ديسبليسمنت معينه، صح ولا لا؟ ما تقولش بقى هنا طبعا دي 3 تبقى هنا دي 4 وهكذا. يبقى كل واحده بشكل حتى لو متساويين في الديستانس بس في الاوبوزيت دايركشن ما ينفعوش. فهنا نقطه مهمه، الديسبليسمنت هي الديستانس فروم ايكوليبريم بوزيشن للفايبريتنج او الاوسيليتنج بودي. طب لو جيت رسمتها لك بالمنظر ده، ورحت جاي قايل لك ده شكل الاوبجكت السترينج، يعني هو عمال ايه يعمل فايبريشن، بس هو مش بيبقى ثابت على الوضع ده، ده هو طالع نازل واحنا صورناه في لحظه معينه at certain instant. هتلاحظ ايه هنا بقى؟ هتلاحظ ان هنا كده دي displacement ودي displacement ودي another displacement ودي another displacement ودي another displacement، صح ولا لا؟ يبقى لما يجي يرسم الرسمه بقى في الامتحان يعمل لك جراف. يبقى اللي انا بعمله لك ده دلوقتي ده اسمه جراف، ويكتب لك هنا فيزيكال كوانتيتي اسمها التايم، و هنا الديسبليسمنت، ويروح جاي رسمها لي كده. بيقول لك هنا 1 سكند 2 سكند، هناخد كل الكلام ده بالتفصيل. فيجي يقول لي هنا الحته دي displacement والحته دي displacement وكمان دي وكمان دي، لكن تعالى بقى اعلى نقطه، ها سواء من هنا او في الاوبوزيت دايركشن، دي maximum displacement ولا لا؟ وهنا كمان ماكسيمم ديسبليسمنت في الجهه الاخرى. النيجاتيف مش حاجه عيب ولا حاجه حرام في الفيزيكس. نيجاتيف مش بتقلل من حد، نيجاتيف يعني زي واحد اهلاوي وواحد زملكاوي عكس بعض بس في الدايركشن، ولد وبنت. يبقى انا هنا ماكسيمم فاليو في الديسبليسمنت وهنا كمان الماكسيمم فاليو في الديسبليسمنت، بس هنا بالنيجاتيف فما يقلقكش. تمام كده؟ هنا بقى بدا نديك ديفينيشن مهم اسمه امبليتيود. ده بقى بدايه الاسئله اللي بتيجي بالارقام، بس مش محتاجه كالكليتور برضه. هفرجها لك بهدوء. ويبقى النهارده دي نهايه اول حصه في الايه؟ في المنهج. نمشي كده بهدوء ونقول والله انا عندي دلوقتي الامبليتيود ده عباره عن ايه؟ قال لي هو ابعد حاجه بالبلدي اهو، مش ديفينيشن دقيق باللغه العربيه او بالفيزيكس، لا ابعد حاجه عن مين؟ الاوريجينال بوزيشن، الايكوليبريم بوزيشن، سواء في الاتجاه ده او في الاتجاه الاخر. طيب يبقى ساعتها ماكسيمم ديسبليسمنت ولا لا؟ دي كده ماكسيمم ديسبليسمنت وهنا ماكسيمم ديسبليسمنت. جميل. يبقى انا لما اقول لك الديفينيشن بتاعه
it is maximum displacement made by vibrating body. ومش هقول لك at certain instant, هقول لك from original position. يبقى maximum displacement from original position. طب يا جماعة كده انا بقى اسهل اكزامبل اجيبه لك في الامتحان ده لو انا عايز ايه انجح الدفعة كلها. هروح جايب الاكزامبل كده اقول له اتفضل. واقول له بص شكل الويفة اهي بتبدأ من هنا من الزيرو يعني. واروح جاي اعمل لك كده 9 ونيجاتيف 9 واكتب لك هنا سنتيمتر واكتب لك هنا سكند واقول لك الدنيا حلوة. واقول لك يلا بقى هات لي الامبليتيود. الامبليتيود رمزه ايه؟ يبقى كام سنتيمتر. طبيعي جدا هنقول كام يا جماعة؟ هنقول كام من الخط ده لأعلى نقطة تبقى كام؟ 9 سنتيمتر. ده السؤال اللي بينطبق على مين يا جماعة؟ على الديفينيشن. لكن بقى لو أنا جيت عملت لك كده في الامتحان لازم أكتب لك كل حاجة على الأكسس عشان تبقى فاهم ده بيعبر عن إيه. رحت جاي عامل كده مثلا رحت قايل لك خط كده منقط وخط كده لغاية النقطة دي قلت لك كل دي 20 سنتيمتر. هنا بقى هتقول لي الامبليتيود بيساوي كام؟ بتقيس من هنا لغاية هنا صح؟ يبقى بتساوي 20 على 2. فبلاش بقى تتخدع وقت الامتحان وتاخد الرقم اللي مكتوب على طول. وبتحصل وفي ناس كتير بتشوفها تاني. تمام. هنا بقى فكرة صغنونة كده نقفل بيها الموضوع على خير. بيقول لك هجيب لك رسمه كده واقول لك ده اوبجكت كان هنا وبقى هنا وبعدين كده وارسم لك كده سبرينج واقول لك ده كان كده مثلا وارسم لك المسافة من السنتر ده لغاية السنتر ده واكتب لك مثلا يا سيدي 12 سنتيمتر. هات بقى الامبليتيود كده. غلط. لو ركزت انا بقيس من هنا لغاية ابعد نقطة صح؟ يبقى قيس من هنا لأبعد نقطة فوق أو من هنا لأبعد نقطة تحت لأن نزول وطلوع ده شبه السيمبل بندلم ولا لأ؟ ده في حاجة اسمها اليويو. فبالتالي اللي بيحصل ده يا جماعة ده والمنقط هو أعلى نقطة وده أقل نقطة بس المكان الطبيعي. فيبقى ساعتها أنت الماكسيمم ديسبليسمنت بكام؟ عشان كده في ناس بتقع فيها وتعملها 12. دي الافكار اللي اول ما نقول هنحط حاجه صعبه على ده لسه دي اول سلمه. طبعا الدرس هيتعاد بتفصيل من اول اوسيليتور موشن الاسبوع الجاي. اشوفكم على خير ان شاء الله. كان هذا الموجز واليكم الانباء بالتفصيل.
الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.